اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا اللهم، ويدعي مسكين. فتحمس واصابته ضربة شمس ووقع على الارض، فحملوه وذهبوا به الى مستشفى اجياس اللي مقابل للحرم. حطوه في المستشفى بارد المكان، سرير ابيض وشرشف ابيض، وضعوا عليه كذا هواء وبخار. فبعد 4 أو 5 ساعات افاق. اول ما افاق التفت يمين فإذا الغرفة أبيض في أبيض، التفت يسار فإذا الغرفة كلها، نظر إلى الشرشف إلى البطانية إلى السرير فإذا أرائك بيض. المسكين شم الريحة فإذا هي ريحة، طبعا هي ريحة ديتول لكن أحسن من ريحته يعني، فأعجبته الريحة فظن أنه في الجنة. فقال الله أكبر، أشهد أن وعد الله حق، الجنة الجنة. فالتفت يمين فرأى 5 ممرضات فلبينيات، فلما شاف لابسات أبيض في أبيض قال الله أكبر، الهور الإين الهور الإين الهور الإين. الممرضات ما يفهمن هذا إيش قاعد يقول، فظنوا أنه مجنون وبينزل من السرير، يعني اخذ الشرشف ورماه بيروح للحور العين. فالممرضات اقبل عليه بسرعه يمسكونه، فقال لا واحد 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 واحد.